تقنية استراتا تعد طفرة في عالم الطب. هي علاج آمن وفعال للمرضى المصابين بالارتجاع المريئي أو الحموضة. فقد قامت وزارة الصحة مؤخراً بجلبها إلى مستشفى الصباح. هذه التقنية تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت. بعد إجراء منظار المعدة يتم إدخال أنبوب، الأنبوب هذا أو القسطرة، أنبوب القسطرة للستراتا، هي ما يتم إطلاق الموجات الترددية عن طريق هذا الأنبوب في المنطقة الفاصلة ما بين المعدة والمريء، فنلاحظ أن أساس الأنبوب جدا مرن. هذه المنطقة اللي توقف في المنطقة ما بين المعدة والمريء يتم إطلاق الموجات الترددية للعضلة الفاصلة ما بين المعدة والمريء. هذه الموجات الترددية أو الراديو فريكونسي تعمل أن هذه العضلة تتم ترجع وضع العضلة إلى وضعها الطبيعي. الإحساس بالحرقان أو الحموضة في منتصف الصدر يعود إلى ارتخاء في الصمام أو فتق في الحجاب الحاجز في المنطقة الفاصلة بين المعدة والمريء. المعدة هي مهيئة لاستقبال هذه النوع من الأحماض والعصارات، لكن المريء غير مهيئ حق هذه الأحماض والعصارات القوية الموجودة في المعدة، مما يسبب هذه الأعراض. لرجوع العضلة إلى وضعها الطبيعي بعد استخدام هذه التقنية تحتاج إلى 8 أسابيع، ونسبة النجاح للتخلص من الحموضة تفوق 80%. تقنية الاستراتا غالباً تتسوى مرة واحدة في العمر، ممكن أن احنا نعيدها بأقل من 1% من الحالات، لكن هي مرة واحدة تكفي لعلاج الحارج للأبد، وهذا الشخص يتخلص من الأدوية ومراجعات الأطباء وكذلك الآثار الجانبية الناتجة من هذه الأدوية لفترة طويلة. لا جراحة بعد الآن ولا تناول الأدوية لعلاج الحرج أو الحموضة بعد إدخال هذه التقنية الحديثة والمتطورة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت، والتي تعتمد على إطلاق موجات ترددية بين المعدة والمريء من أجل إعادة وظيفتها للحالة الطبيعية.